في العربي وما أدراك هو ناتج من نواتج الصحوة. وتخلصنا من طغاة ما كنا نظن أن نتخلص منه بهذه الطريقة وبتلك السرعة، فضل الله ومنته. والربيع العربي، خذوها مني وستذكرون ما أقول لكم، الربيع العربي على جلالة أحداثه وعلى عظم ما وقع فيه، إن هو إلا قطرة من بحر قادم وغيض من فيض آت. ولا أقول هذا رجما بالغيب، معاذ الله، إنما أقوله معرفة بالواقع وبالتاريخ وقراءة للسنن، أن الذي سيقدم وسيأتي شيء جليل وعما قريب. هنالك غليان في العالم الإسلامي كله، هنالك حركة جليلة ستنتج شيئا عظيما عما قريب بإذن الله، وسترون بإذن الله تعالى. المسألة مسألة وقت لا غير. المسلمون في عنق الزجاجة الآن، خرجوا من قعر الزجاجة، صعدوا من قعر الزجاجة إلى عنقها. وتعلمون من القوانين الفيزيائية أن السائل أو الغاز إذا مر في العنق ليخرج مضغوطا فإنه يخرج ساخنا سريعا منضغطا. هذه الأحداث اليوم، المسلمون في عنق الزجاجة، فالأحداث متسارعة ساخنة منضغطة، فالأمر قادم وآت وأكاد أراه بأم عيني، لكن نحتاج إلى مزيد من الإخلاص، مزيد من اليقين. لو طلع مولانا على دخائل قلوبنا ورأى فينا إخلاصا حقيقيا وعملا جليلا وتضحية وبذلا وعطاء، لسارع والله لنصرتنا ولتحقيق آمالنا. لكن العيب منا وليس من غيرنا، مع كل تقديري لكلام الإخوة عن مؤامرات الشرق والغرب والكيد العالمي والكيد